بناتي العاقلات اسمعوني، اذا اخذكم سناء طلعت برا بالليل من ارجع قولوا لي، تمام؟ عافية. صفية يا بلوتي ثقيلة، انا رايح على الشغل. تمام. هاي سناء وينها سناء؟ انا هنا. ها هي انها سناء. هاي سناء معاقبة، واذا طلعت برا انت تكونين السبب، يكون بعلمك. ها تمام. ممكن تقولي بابا ليش ما اقدر اطلع برا؟ شكو؟ لان من تطلعين برا اكيد راح تتشوفين ويا هذا الاثول جلال، واني ما اقبل. اذا طلعت انت المسؤولة ترى. ها صفية ديري بالك. نعماني انا خطرت لي فكرة، اذا تريد نسوي قفص صغير ونقعد بناتنا بيه، ها شو تقول؟ ايه كلش معقول. حلو نعمان لا تخربط، اني اصنف عليك. يلا سبعي يلا روح. ها الباب الباب. ها 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 سنة سعيدة. بابا نويل جاي. ايه وش عندك ببيتنا يا بابا نويل؟ ها شنو انت متيه طريقك؟ ايش تسوي هنا؟ لا شنو بابا نويل، احنا شركة همنا نسعد الأطفال ونلعب وياهم ونضحكهم ونفرحهم همين. ما يحتاج ما عندي فلوس. وثاني شيء شنو بابا نويل؟ ماكو هيك شيء عندنا احنا بعاداتنا وتقاليدنا. يلا يلا امشي امشي روح يلا. عيني احنا ما نريد فلوس، هاي بروموشن يعني بلاش، فري فري. يا ها صدق لعد كلش حلو. جيب نعماني خل ننطي للبنات. تعرف احنا اصلنا من روما يعني اوروبيين، احنا هم اكو شيء يعني هيك شيء بعاداتنا. احنا نعرف بابا نويل ونحبه، يعني حتى من كنا صغار نعرف انه هو يقدم هدايا حلوه للاطفال ومجانا. زين كلش حلو كلش حلو. ايه كافي يعني ما احب اللي يضحكون هوايه. شنو هاي اذا ترقص هاي الدعاميه وراسك يقلق؟ عوف هاي الحركات اركد. صفية أنا راح أروح على الشغل، خطيئة هذا بابا نويل، خليه يلعب شوية ويا البنات وبعدين نطيه شاي كيك شي يعني، وهاي وخليه يروح. مسكين هذا خطيئة هذا الغبي، نطيه فشي أكله. تمام نعماني يلا الله يسهل لك. عمي الله يسهل لك. ولي لا ظل تتلوق لك. يلا تفضل تفضل تفضل. تدا برافو بابا نويل. أشكركم هواية. وانت يا حلوة تريدين هم العب وياك؟ تشقد حلوة وحبابة، ليش ما تجي نلعب سوية؟ ها انت شو تقول؟ ترى انت بشعرك ولحيتك ها ادبسيز يلا. حياتي شفت ابوك ما دا يطلع من البيت، قلت القي طريقة وفوت بيها جوا. والله انت تخبلت. اوكفي انتبهي على بطني. ايش دا يصير هنا؟ جلال ابني. ماما بابا نويل طلع جلال، هو مسوي هيك بس على مود يقدر يفوت على البيت. شاي. انا ناسي هذا الصوف اللي وصلتني صفية عليه، خلي اودي لها اياه حتى تحك لي جفوف. خلي هاي هنا. صفية سوي لي شفوف من هذا الصوف، لان ايدي دا تجمد من البرد والله، لان الجو كلش بارد صاير ودا تجمد ايدي. جلال يعني انت مسوي روحك بابا نويل مو؟ بابا نعمان كان عندي لك مفاجأة. لا تقول لي بابا لا تقول لي بابا لا تقول لي بابا بابا نويل. لا تعصب عندي مفاجأة لك همين. تحب انت الالعاب مو بالله؟ دقيقة، انت تحب هدية الطبر براس السنة وبهذا الطبر؟ انهزم جلال. بابا نعمان ممكن تلزم هاللعبة؟ اي طبعا جيبها.